على كل المال العام ومسيطرين على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، يعني ومن وراءهم التنظيم الدولي للأخوان المسلمين. أعتقد هذول ما داموا موجودين في السلطة وفي المشهد الليبي لن نصل إلى أي حل معهم. يعني أعتقد هذه وجهة نظري الخاصة، يعني أنا لو مثل أحد، أنا هذه وجهة نظري الخاصة إن هذا الاتفاق إذا لم يكن مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية فلن يصمد أمام هذه المركزية الموجودة في طرابلس. نعم، بالحديث عن المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله اللي تورط بشكل كبير في دعم الإرهاب عبر أموال الليبيين وعبر النفط في استخدام الطيران النفطي، وكذلك في إصدار بيانات مضللة عن مناطق إنتاج النفط في برقة وغيرها من الأكاذيب، برأيك إلى متى سيتم الاعتماد عليه كطرف وهو إنسان غير موثوق ويتحرك لربما تنفيذ أجندة، أو بالتأكيد لتنفيذ أجندة الإخوان الإرهابية؟ نعم، هذا كلام صحيح، أن السيد هذا ما دام هو موجود، يعني كرد فعله مباشرة بعد المؤتمر الصحفي للمتحدث الرئيسي باسم القائد أمس. نعم، يعني أعلن أن نفس الكلام، نفس الأسطوانة السابقة، نبعد النفط، لا نسيس النفط، وهو موجود في صلب السياسة العالمية وصلب السياسة الدولية الليبية، أن النفط هو من يدور عليه كل هذا الصراع. لذلك سيد صنع الله يعني يدلي بكلام يعني بأكاذيب أن الحقول النفطية والمواني النفطية موجود فيها مرتزقة وموجود فيها قوات روسية. يعني شخص هذا يستعمل نفس أسلوب الأخوان المسلمين. لذلك لا أدري من هي، كيف ندعم شخص زي يعني مثل السيد صنع الله. والكبير كرد فعل مباشرة حتى هو اليوم، نحن لن ندخل، المصرف المركزي لن يدخل في هذه المحادثات السرية والمحادثات مش عارف يعني كلام. اشتشف من هذا. أشكرك دكتور، وصلت الفكرة. دكتور عبد الجليل معيوف، المستشار والمختص في شؤون النفط والغاز، ينضم إلي مباشرة.